اهلا بكم وعرض جديد لأهم الانباء. توافد المتظاهرون على ميدان التحرير للمطالبة بتطبيق الشريعة والتي في الدستور الجديد، ويطالب المتظاهرون بتعديل مادة ثانية في مشروع الدستور ونصف الدستور على عدم مخالفة مواده للشريعة الإسلامية، فيما تشهد حركة المرور بالميدان انتظاما بجميع مداخل ومخارج الميدان، ويقوم رجال المرور بتنظيم سير السيارات. أدى الرئيس محمد مرسي صلاة الجمعة في مسجد عمر مكرم بمحافظة أسيوط في إطار زيارته إلى المحافظة، والتي استهلها بتفقد منطقة القناطر الجديدة بأسيوط ومحطتها الكهرومائية. وعقب صلاة الجمعة أكد مرسي أننا نحتاج أن نتعلم من التاريخ ونعلي قيم الحق والعدل، كما أكد أنه لا تهاون مع كل من يحاول أن يعيق مسيرة الوطن. اللهم أتمنى لكم التوفيق ولأبنائكم وذويكم والخير والنماء إن شاء الله، ومع مسيرة واضحة فيها الحق إن شاء الله بكم ومعكم، وفيها العدل وفيها التنمية وفيها الأخذ على كل يد تحاول بأي قدر من المحاولة. قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليا بوضع القواعد المنظمة لغلق المحال التجارية بالتنسيق مع الغرف التجارية للموسم الشتوي الحالي. وأضاف الحديدي في تصريحات صحفية أنه سيتم الإعلان عن هذه القواعد خلال الأيام القليلة القادمة. قال طارق الزمر مؤسس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، قال إنه لا مجال لعودة العمليات الإرهابية داخل مصر بعد الثورة. واتهم الزمر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اتهم جهاز الأمن الوطني باختلاق أحداث خلية مدينة نصر لإعادة فرض رؤيته على المجتمع. وأضاف أن المتورطين في أحداث مدينة نصر ربما كان هدفهم محاولة تمرير السلاح من ليبيا إلى سوريا لمناصرة الثورة هناك. نظمت قبائل مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء مؤتمرا شعبيا بحضور المحافظ اللواء سيد عبد الفتاح حرحور لبحث تنظيم العلاقة بين أبناء سيناء وأجهزة وزارة الداخلية. وخلال المؤتمر قال المحافظ إنه يتعين على المجتمع السيناوي التعاون من أجل تخطي تلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مطالبا بتحسين العلاقة بين القبائل وأجهزة الأمن. جاء ذلك خلال المؤتمر إثر مقتل أحد أبناء المدينة برصاص الشرطة بعد مطاردته بسبب هروبه من أحد الكمائن بمدينة العريش يوم الأحد الماضي. دشنت وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأمراض القلب مبادرة دعامة الحياة لإنقاذ مرضى القلب في مصر من خطر الجلطات والحد من نسبة الوفيات بين مرضى القلب والشرايين التاجية. وقد أعلنت الوزارة عن بدء المشروع في 6 مستشفيات في محافظات القاهرة والأسكندرية والشرقية، على أن تتم زيادة هذه المراكز إلى 20 بحلول العام المقبل. انتهى عرض الأنباء. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة بث حال القناة على الموقع ذاته. في أمان الله.